التواصل يستمر والانطلاقات تستمر بأرضية هذا الميدان لأشواط تتوالى شوطا تلو الآخر من خلال هذه الانطلاقات المميزة والإبداعات الكبيرة التي تظهر بأرضية هذا الميدان. ثالث أشواط هذا الصباح الخاص بالأبكار، مقدمة الشوط والمركز الأول هنا من تتواجد على المقدمة شاهينية مبارك مسيف الشدي المنصوري يأتي مع مقدمة هذا الشوط. وصلت متعبة عبد الله بن حميد بن حارب الشامسي، بدأ يقير مسار هذا الشوط ليستلم أيضا زمام المراكز والمقدمة مع وجود متعبة أحد الأسماء القوية كذلك مع الشامسي، يقدم أيضا الشاهينية ويقدم كذلك متعبة، أسماء عرفناها مع الشامسي، هذه أيضا تنحدر من سلالة متعب المملوك للمقبور له الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هذه بنت متعب على المركز الأول تتواجد على صدارة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثالث، تابعوا كم من الأبكار المتواجدة في هذا الشوط، تابعوا كم من السيل القارب من الخلف القادمين للمنافسة القوية في هذا الانطلاق. المدير الشاهينية محمد بن سالم بن بطي المزروعي في المركز الثالث، ولكن يبدو أن النقطة الثانية مع الشامسي. قبل أسبوعين أتوقع يا الشامسي هذه البكرة سجلت أفضل توقيتها، هذه البكرة سجلت أفضل توقيت قبل أسبوعين لتنطلق مشاهدين الأعزاء على المقدمة بلا أي توامر. عبد الله بن حميد بن حارب الشامسي يأتي بسلالة متعب المشاركة الثالثة لها وهي تحقق المركز الأول. معروفات مع الشامسي، الشاهينية بنت الغربي ومتعبة بنت متعب، ليأتي بلا أي توامر محققا النقطة الثانية في صباح هذا اليوم من خلال انطلاقة هذه النوعية. المركز الثاني المبارك مسيف الشدي المنصوري، ثالثا كانت لعبد الله بن محمد بن زيتون المهيري، والتوقيت 2:14.